ادم، تعرف انت موجود معايا هنا ليه؟ ليه؟ قول ليه؟ انت عديت بكل المراحل وكسبتها، وانت معايا هنا عشان بس تاخد جايزتك. ماشي. مبسوط؟ مبسوط. طيب الاول قبل ما نبتدي قول لي انت ايه رايك في البوتوكس والفيلر؟ بوتوكس والفيلر؟ لا حلوه. بتعمل ايه بقى؟ بخليك كده ايه متحمس كده وقوي بقى. وبصي اهو اهو ايه؟ ايوه. طيب عايز اقول لك يا ادم ان انت في مخرج كبير اختارك عشان تعمل حملة إعلانية هتنزل على كل القنوات انت البطل بتاعها. ايوه. وكمان صورك هتبقى في كل الشوارع. اوه مبسوط؟ ايوه. هتمشي على الكوبري تلاقي صورك في الشارع. صورك بالواف كده كبير؟ بانر كبير. ماشي ماشي. واعلان سبريشع. ماشي ماشي ماشي. المرة الجاية بعمله لك اصفر. تعملهولي اصفر؟ اه. ماشي. ايه ده انت كمان ليك في اللوكات وكده؟ ايوه. يا عيني. عملهولك بقى ايه بني كده على اصفر. طب يلا تعالى بس اقرب كده. لا خليك قاعد وانا هسرح لك قدام الكاميرا. ماشي. عشان ايه؟ تعالى كده ارجع بدماغك لورا. ده كله عشان يثبت بالصور. استنى استنى. والمخرج قال لنا بقى ده انا بحبه وده جميل، وقال لنا هو دوت هاتهولي، وفي الاخر يطلع قال ايه؟ الله. يلا بص هتبص وتقول شعري جميل ساحر وطويل. شعري جميل ساحر وطويل كده. تبصلي شعري؟ في حد اقرع في عينكم؟ جدو. جدو اقرع؟ انا مش عايزاك تقلق، انت شعرك هيقع يومين وبعد كده هيرجع تاني. ماشي. عادي يعني البس كاب الفترة دي كأنه لوك. لا. ولا اجيب لك باروكة؟ ماشي. الباروكة عاملة زي شعري. خلاص استنى هروح اطلب لك الباروكة واجي لك. ماشي؟ ماشي. الو. ايوه. بقول لكم ايه، كلموني كده الكوافير عايزة بوريك. الدبدوب بيتحرك. ازيك؟ ايه ده؟ كويس. بتتكلم ازاي؟ بقولك ايه؟ نعم. محدش هيشوفني ولا يسمعني غيرك. ازاي؟ هو كده انت بس اللي تشوفني. لا ما انت بتتحرك وناس شايفاك. انا بكره الست اللي هنا دي قوي. صدق بقى يعني انت محدش بيشوفك. انا بقالي 20 سنة. 20 سنة؟ كل ما تيجي تنام تحط رجليها على وشي. مش انت يا دبدوب؟ او ترميني في الارض وتدوس عليا. مش انت يا دبدوب؟ هي مش مصدقة اللي انت عايزاه. صدق بقى اللي انا لما تيجي. هو انا عشان دبدوب تدوس عليا؟ مش انت بقى انا بقى صدق بقى اما هي تيجي اقول لها؟ لا اوعى تقول لها. اقول لها خلاص بقى اما تيجي هي تشوفك انت واقف. فايه؟ هي هتصدق ان في دبدوب بيتحرك؟ ازاي؟ اهو. والله ولا اللي في حفريت هنا. مش انا، بس انا هتقعد تيجي تقول لي انا. انت اصلا ما كنتش قاعد كده. ما تيجي هتشوفك. والله ما تيجي قعدتي محدش يقدر يتحرك. هي بتقول اللي بتدوس عليك. هي بتشوفك وهي بقى كده هتشوفك واقول لها بقى الدبدوب بقى بيتحرك. ها؟ ايه دي الحاجه؟ ولا تعمل خلاص يا عم
ايه؟ طلبت لك الباروكه والراجل هيجيبها لك ويجي. ماشي. ده ايه ده؟ الدبدوب ده بيتكلم كده يا ادم؟ والله الدبدوب ده بيتكلم. هو اللي قال لي دبدوب ايه اللي هيتكلم ده؟ انا بدوس عليه برجلي وانا نايمه. دبدوب ايه اللي هيتكلم؟ هو قال لي دي بتدوس عليها رجلي انا ونايم. اه هو اشتكاله. ايوه. وقال لي ما فيش حد بيسمعني ولا بيشوفني غيرك. والله. اه ادم. نعم. طبعا دي الحجه اللي انت بتالفها عشان تبرر بيها موقفك لما اتضايقت على شعرك كسرت، مع ان انا قمت عشان اجيب لك باروكه وبساعدك. هو ما يكلمني اسكت. وبعديها انت ايه تبصي؟ هعمل اللي انا بتكلم في التليفون اما اشوف هيوقع. ايوه يا ماما. ايوه يا ماما. ايوه يا ماما. ايه اللي بيحصل عندي؟ شفتوا هنعمل ايه؟ شفتي؟ ايوه. اه هو ده. ايوه ده سر انا كنت مخبيه عنك. سر في ايه؟ ده الدبدوب بتاعي اللي بيتكلم. كلم؟ احضنه بقى يلا. الو تاخده معاك؟ ايه ماشي. ده الهديه بتاعتك. ايه كتير قوي. ماشي خد. وليك هديه تانيه كمان مش بس دي. مبسوط؟ مبسوط. خد يا عم يلا. باي باي. باي باي. يلا امشي. مش انت كنت واقف وعمال بحضر حاجات؟ ادم سيدي يا ابني بتحبني؟ اه. اه ايه؟ اه بحبك. ايه؟ بحبك. وانا كمان بموت فيك. باي باي. باي باي.